المشاكل الكتيرة اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفترة اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطولة، فبرضه بيقول انا عاوز حكام مصريين. اتمنى فوز الزمالك عشان ما تبقاش البطولة حكر على النادي الاهلي. هو بيقول اتمنى ان بيراميدز ما يكسبش الدوري على اساس ان بيراميدز مش نادي شعبي يعني، وهو بيقول اتمنى فوز الزمالك. طبعا هو كل واحد يتمنى اللي هو عايزه، لكن دكتور كرم كوردي كعضو مجلس ادارة اتحاد الكورة ما ينفعش يصرح بكده، ان هو راجل مسؤول في منظومة كورة. كنت اخشى الاصطدام بيه محمود طاهر، مرتضى منصور، كرم كردي. لا مرتضى طبعا. تخشى الاصطدام بيه؟ ما مرتضى مفيش حد يجي جنبه، الاصطدام بيه صعب والله. بس هو على كل حاجه الوحيد اللي يقول لك هنا وليه بيسحر له يعني علاقتي بيه انا كويس. محمود طاهر طبعا مفيش حد يعرف انه عشره عمري واحنا عندنا 7 سنين مع بعض. ماشي. مرتضى بمنصور اخويا وحبيبي وعشره عمري يعني. لكن تخشى الاصطدام بيه؟ ماشي. لا انا بقول لانه فضيحه. لا بقول لك هو غلبان. خليني اتكلمت معاه، انا قعدت معاه قلت له عشان خاطري، عشان خاطري هجيب لك مين؟ عاوز تجيب على جمال غندور ايديك كم؟ وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه. اللي هو مين؟ ماتش ماتش الزمالك والمقاصة. ليه اجيب له مين؟ جايب جريشة. زي الفل زي الفل. ملوش حجة. زي الفل. احسن كده. زي الفل. ما تقولش لحد خالص كلام. لا انا اقول لك انت بس. انا اقول لك انت بس. انت عارف ليه انا بسكته بالكلام ده؟ ليه؟ عشان يبعد عننا. ما هو خلي بالك هو برضه سم. ازمجد ازاي؟ ازاي صاحب حضرتك؟ انت بتقول على كلام يا احمد ان انا كلام خايب؟ انا ما قلتش على كلام حضرتك، انا شتيمه حضرتك اللي بقول عليها. انا عمري ما بغلط في حد. حضرتك بتغلط. بص وحياه مامتك بقى ومامتي اللي ما تعرفها ما دخلك مبنى. وحياه مامتي ومامتك والكلام ده سات المشوار. ما ينفعش. ما انا مدخلك مبنى اتحاد الكوره يا سات المشوار. يا سات المشوار ولو انت رايح بس اسمعني ده كلام ما يصحش. اسمع انت اللي قلت ادبك. لو انت رايح انا عمري ما بقل ادبي، انا طول عمري بحترم الناس، طول عمري بشيل الناس على راسي. بقول لك ايه، طول عمري بخدم الناس واولهم نادي الزمالك. لا لا عمرك ما خدمت نادي. والله خدمت نادي الزمالك اقسم بالله. انا مأيد احمد علي الساعه 12 الا ربع مساء حضر التجول. ايه اللي قدامك غلط؟ ليه غلط؟ ليه النادي هيلعب في افريقيا؟ عندك عندك مواعيد يا ايام حضرتك. ايام حضرتك احمد سمير فرج حضرتك بعت عشان التوقعات ما اتعملتش بال 80000 جنيه بتوع القيد ايدناه لحضرتك. عمر جمال اخر يوم في افريقيا. ايه اللي وداك؟ اسمع بس الاخر. عمر جمال طب سيبني اقول لحضرتك اوضح لحضرتك.